مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. الدعوة لصياغة إعلان دستوري جديد حل أم مشكلة. أصدر مجلس الوزراء اليوم بيانا قال فيه إنه يثمن المبادرة السياسية بطرح المبادئ الرئيسية لدستور مصر في حوار وطني شامل يهدف إلى التوافق الوطني على تلك المبادئ، تمهيدا لإصدارها في إعلان دستوري جديد يضمن أن يأتي الدستور المنتظر معبرا عن توافق الشعب كله. البيان قال إن الإعلان الدستوري الجديد سيضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات. وفور إعلان البيان صدرت ردود فعل من تيارات وجماعات إسلامية هددت بالخروج في مليونيات جديدة ضد أي محاولة لكتابة مبادئ حاكمة للدستور أو استباق المسار المحدد حاليا لصياغته، والذي يفترض أن يتم عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة. السؤال هنا، هل من شأن هذه الخطوة معالجة حالة الاستقطاب السياسي أم زيادة حدتها؟ معي هنا في الاستوديو الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة. مرحبا بك دكتور أهلا محمد. أهلا وسهلا. ومعي أيضا أستاذ محمد صلاح الشيخ، العضو بالجمعية الوطنية للتغيير. مرحبا بك أستاذ محمد. دكتور محمد، يعني أبدأ معك وتعليقك على هذا البيان الدستوري اليوم، على هذا بيان مجلس الوزراء اليوم. طبعا احنا يعني فوجئنا او يعني بهذا البيان بهذه الصورة، وانا اطرح السؤال اللي حضرتك اشرت اليه في المقدمة، هل نحن في اتجاه حل ام في اتجاه مشكلة جديدة؟ ولكن يعني البيان قال انه اذا كان هناك يعني سيكون هذا يعني مبدا للحوار، واذا كان هناك توافق بين القوى الوطنيه سيكون هذا الاعلان، فهل سيكون هناك يعني مبادره منكم للنقاش حول هذا البيان؟ يعني خلينا ادخل الاول، طبعا الوقت متعجل جدا عن ان نعلن موقفنا من هذا الذي طرح وماذا هو الذي طرح، لان احنا يعني لم نرى ما هو الموضوع ومن سيصيغه الإعلان الدستوري الجديد، وهل هو في صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأنا يعني أراجع وأنا جاي في الطريق نص الإعلان الدستوري الأول اللي صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس فيه في مواده الـ 62 أي صلاحيات لمواد دستورية ولا فوق دستورية يضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا يضعها مجلس الوزراء ولا تضعها قوى سياسية. النص الوحيد المتعلق بنصوص دستورية جديدة يمكن أن توضع هو كما جاء في المادة 57، متعلق بأن البرلمان القادم سينتخب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد يستفتى عليه من قبل الشعب. نعم، ولكن وبالتالي هذا أنا ولكن حين يعني أتحدث عن ولكن إعلان هذا دستوري النص جديد الدستوري. نعم، صلاحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا ليس في صلاحياته العشرة اللي هو قدمها للشعب في إعلانه الدستوري الأول. صلاحية مجلس الوزراء دي حكومة تسيير أعمال، من أين لها أن يعني تسبق إرادة شعبية وتضع مش بس مواد دستورية، نعم، ده تضع مواد فوق دستورية. أنت تحدثني عن صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقوم بإعداد نص دستوري، ولكن بالفعل هو قام قبل ذلك بإعداد نص دستوري به 63 مادة، وكانت الاستفتاء فقط على 9 مواد. صحيح. تم إلغاء مادتين من هذه المواد التسعة وتعديل في بعض المواد، فهذا بالفعل يعني حدث قبل ذلك. صحيح. لماذا لا يحدث مرة ثانية؟ وثالثة ورابعة وخامسة، وهذا في خطورة شديدة. أنا أتحدث عن صلاحيات المجلس العسكري كما لا قلت يوجد أنت. في صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي نص عليها في الإعلان الدستوري الأول الذي صدر أي مواد دستورية يمكن أن يضعها أو أي صلاحيات دستورية يمكن أن يضعها. نعم. تشريعات قانونية نعم، صلاحيات تنفيذية نعم، ما يتعلق بالعشر مواد التي نص عليها. نعم. لكن أنا عايز أعيد القضية إلى أصلها. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير في هذه المرحلة بمشروعية الثورة لإدارة مرحلة انتقالية بمحددات لتسليم البلاد، إدارة البلاد إلى سلطة منتخبة، برلمان منتخب وحكومة منتخبة ورئيس منتخب. وتم تحديد آلية وضع الدستور الجديد من خلال البرلمان الذي سينتخب هيئة لوضع لتأسيس نعم. الدستور. وحتى هذه الهيئة وهذا البرلمان ليس من صلاحياته أن يضع نص دستوري واحد إلا بالرجوع للشعب في استفتاء يصدق عليه الشعب أو يرفضه. نعم. لكن أن توجد أي مؤسسة سواء كانت جزء من المجلس الأعلى أو المجلس الأعلى مجتمع أو الحكومة أفراد منها أو مجتمعين أو قوى سياسية مجتمعة أو متفرقة، أن توجد لها صلاحيات دون تفويض من الشعب أن تضع نصوص دستورية، هذا أمر فيه افتئات على إرادة الشعب بشكل نعم. واضح.
يعني بغض النظر إذا كان هذا النص الدستوري أو إذا كانت هذه المواد سيتم وضعها في الدستور الجديد وسيتم الاستفتاء عليها يعني مرة أخرى من جانب الشعب. يعني إذا كان هناك أفراد حيبقى من صلاحياتهم، أنا عايز أكد بس أنا بتكلم في الشكل لكن أنا هتحدث في الموضوع، الموضوع نعم. لا يوجد فيه. سأعود إليك يعني مرة أخرى دكتور بلتاجي، ولكن أعطي فرصة للأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني من وجهة نظرك هل نحن في حاجة إلى هذا النص الدستوري الجديد أو هذه الوثيقة الجديدة التي تحدث عنها بيان مجلس الوزراء؟ أنا شخصيا أعتقد أننا في مسيس الحاجة لمثل هذا التصرف. إحنا بعد فترة طويلة جدا من العمل المشترك بين كافة القوى السياسية في هذا البلد، ربما هذه الوحدة التي كانت بين القوى لم يتم الحفاظ عليها بما يكفي. نحن في مرحلة صعبة من عدم الثقة، ومن المطلوب في هذه المرحلة أن يكون هناك إجراءات لبناء الثقة وإعادة اللحمة فيما بين أطراف القوى السياسية كلها. أعتقد أن دخول يعني أطياف جديدة من المصريين نعم في العمل السياسي. نعم، محمد، يعني من وجهة نظر دكتور بلتاجي هذا يعني موقف للشقاق الآن وليس موقف للحمة. أنا أعتقد في النهاية لابد أن احنا نتفق على الأرضية. أنا شرفت شخصيا بالعمل مع الأستاذ الدكتور بلتاجي لمدة عام في الجمعية الوطنية للتغيير قبل سنة من الثورة، وتعودنا كثيرا على أننا نصل إلى صياغات متفق عليها، وأن طبيعي أن يبدأ هناك اختلافات ولكن لابد أن تكون هناك أرضية مشتركة نصل إليها من خلال العمل المشترك. احنا النهاردة يعني أنا في رأيي أنه لابد أن يكون هناك إرادة شعبية تشرع هذا الوضع، وبالتالي هذا من السهل أن نصل إلى مثل هذا. نحن لدينا حالة من الضبابية المريعة، لدينا حالة أمنية صعبة، لدينا مؤامرات خارجية وداخلية مريعة، لدينا فلول من الحزب الوطني، لدينا حجم مصالح بشع لم نستطع حتى الآن أن نكون طبقة سياسية تستطيع مواجهة مثل هذه الأخطار. مفروض الآن أن نبدأ في إجراء هذه الثقة، مفروض تماما أن نبدأ في أن نعتبر أن أنا في رأيي أن المتطرفين من الجانبين سواء الإسلاميين أو العلمانيين لا يساووا أكثر من 5% من الشعب المصري، وهم الذين إذا كان من تصفهم بالمتطرفين في الجانب الإسلامي أو في الجانب العلماني يعني هي نسبة ضئيلة، فإذا يعني لماذا أنتم خائفون ولماذا أنتم تحتاجون إلى هذا النص الدستوري؟ يعني كان هناك استفتاء من وجهة النظر الأخرى ومن وجهة نظر الدكتور بلتاجي كان هناك استفتاء وسيكون هناك المسار الطبيعي حتى يكون هناك لجنة تأسيسية. أنا شخصيا لا أخشى يعني المسار، ولكن يعني هناك آخرون أطياف كثيرة جدا لديها هذا التخوف. لابد ان احنا داخلين على جو من الغيام، لابد ان يكون معنا كمامة يعني نؤمن بها المرحلة التي نريد ان نعبر بها هذا الجو الغائم. لدينا جو غائم، من الطبيعي جدا ان نبحث عن وسيلة للحمايتنا من مثل هذه الاجواء، هذا هو المطلوب. انا في رأيي المبادئ نفسها الحاكمة، انا يعني افترض مثلا ان العلمانيين، واعتقد ان ما فيش مصر علمانيين بالكثافة اصلا، ويعني وانا شخصيا لا اعتقد ان اكتر من 20 واحد زي ما كان الدكتور المسيري الله يرحمه بيقول مصر ما فيهاش غير 20 علمانية، يعني العلمانية الكاملة يعني، انما العلمانية المعادية للدين دي رفاهية، يعني ملايين الفقراء ليسوا يعني يستحقون مثل هذه الرفاهية. نحن لابد ان ننخرط تماما في بناء مصر جديدة. يعني اعتقد ان انا استعير التعبير الدكتور محمد في الكلمة الشهيرة بتاعته في مجلس الشعب، ارحموا مصر. من المطلوب الآن أن نرحم مصر من مثل هذه المهترات. مصر ليست لديها هذه الرفاهية، لدينا مهام كبرى. لم نقم بالثورة من أجل الثورة، الثورة قامت من أجل البناء. دعونا ننطلق تماما الآن إلى مثل هذه الحركات في البناء بعيدا عن كل هذه المهارات، وكل طرف من يستطيع أن يعطي الطرف الآخر مزيدا من الطمأنينة، مزيدا من الثقة. حتى الإسلاميين أنا أقول لهم النظام العلماني في تركيا لم يمنع من وجود حكومة إسلامية كانت هي الأكثر إسلامية في العالم الإسلامي كله. نعم. طيب يعني بعد إذنكم سأنتقل إلى اتصال هاتفي معي أستاذ محمود فتحي وكيل مؤسسي حزب الفضيلة السلفي. مرحبا بك أستاذ محمود، وبداية يعني نود أن نتعرف على رأيك في مسألة بيان مجلس الوزراء ومبادئ حاكمة للدستور. أستاذ محمود، أستاذ محمود هل تسمعني الآن؟ أستاذ محمود يبدو أن الاتصال قد انقطع، يعني قد نعود إليك مرة أخرى أستاذ محمود عندما يتيسر لنا ذلك. دكتور بلتاجي، يعني أريد منك تعليق على ما ذكره أستاذ محمد. لنكمل أستاذ سوزان، المسألة في منتهى الأهمية والخطورة، واجب أن يعني تتضح بهدوء شديد في الشكل وفي المضمون. في الشكل، وهو ليس قضية شكلية لكن قضية لها ما بعدها، سيادة الشعب
هو العنوان الرئيسي لما نريده في مصر القادمة. وبالتالي القضية ليست صلاحيات لا مجلس أعلى للقوات المسلحة ولا مجلس وزراء ولا نخبة سياسية ممكن في الآخر يبقى 2000 شخص يظنون أنهم هما النخبة السياسية المصرية. كل هذا ليس بديلا عن إرادة شعبية ممثلة في 83 مليون مصري. وبالتالي أي خطوة يعني ده احنا كنا بعتين نقول للمجلس الأعلى يجب أن تتوقفهم عن إصدار تشريعات غير ضرورية في هذه المرحلة إلا بالرجوع والمناقشة المجتمعية المفتوحة أو تأجلها إلى لما يبقى عندنا برلمان موجود. فإذا بنا مش بنتكلم عن دستور، ده احنا بنتكلم عن مبادئ فوق دستورية. يعني المنتخبين عن الشعب. الآن هناك يعني اختلاف في هذه المسميات، يعني إذا سميت هذه المسميات مسميات أخرى غير مبادئ حاكمة للدستور أو مبادئ فوق دستورية، إذا كان هناك يعني نص دستوري جديد. يعني إيه نص دستوري؟ يعني المنتخبين عن الشعب، اللي الشعب حيفوضهم، ال 83 مليون مصري حيفوضوهم بتفويض انتخابي حر لأداء دور معين وهو تمثيل هذا الشعب. نعم. ثم هؤلاء ال 500-600 اللي حينتخبهم الشعب حينتخبوا لجنة لوضع هذا الدستور، ثم هذا الدستور يعرض على 83 مليون أو على الأقل 50 مليون لهم حق مباشرة الحقوق السياسية ليقبلوا أو ليرفضوا. فإذا بينا بنتحدث عن منظومة أخرى تهدر كل الإرادة الشعبية الممثلة في 83 مليون والممثلة في 50 مليون اللي لهم حق الممارسة، وبنتحدث عن جهة مجهولة سواء كانت المجلس الأعلى أو يعني لا تمثل، لم تأخذ تفويض من الشعب في هذا الدور تحديدا. نعم. ثم لا يعرض هذا على الشعب. يعني إذا احنا بنتحدث عن ده في الشكل. نعم. أرجع للمضمون وهو الأهم. نعم. لا يوجد خلاف، يعني احنا هذه وثيقة التحالف الديمقراطي والوثيقة التي تحدثت عن المواطنة والتعددية. يعني أنا ما كنت أود الحديث عنه. أيوة. يعني أيوة. هي وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، يعني أنتم شاركتوا أيضا في إعداد. نعم. وملتزمون بها. نعم. لكن لا نفرض مصرياتنا نحن ولا مجموع التحالف. نعم. ولا مجموع القوى السياسية على الشعب. يعني أنا بقول أنا ملتزم بهذه الوثيقة بكل ما جاء فيها من مبادئ، وأظن أن الوثائق لا خلاف كثير بينها. أنا بقول أنا ملتزم، أنا إذا أصبحت جزء من سلطة تشريعية قادمة أو سلطة أو هيئة لوضع دستور في المرحلة القادمة، أنا ملتزم بهذا ويحاسبني الشعب على هذا. ولا أظن قوة مثل الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة أو غيرها يمكن أن تحرق نفسها سياسيا بأن تخالف التزام التزمت به. معظم هذه النصوص ده موجودة في برنامجنا. نعم. في برنامج الحزب. إذن هناك نقطة لقاء، يعني إذا كنتم توافقوا على هذه الوثيقة وهي وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، هناك وثيقة الأزهر، هناك وثيقة البرادع التي وصفت أنها تغازل الإخوان المسلمين يعني في هذا التوقيت، إذا كانت كل هذه الوثائق لا خلاف عليها، فإذا لماذا لا يأتي يعني نص البيان، بيان مجلس الوزراء، إذا كان هناك توافق بين القوى السياسية؟ صحيح. إذا كانت يعني كل هذه الوثائق سيتم يعني لموها في وثيقة أو بيان دستوري جديد، نص دستوري جديد، يعني أنا لا أريد هنا الحديث عن المسمى، هل من الممكن أن يكون هذا نص دستوري جديد مخالف للنص الدستوري الذي طرح وبه 63 مادة والبعض رأى أنه التفاف على الاستفتاء؟ لا أستاذ سوزان، خلينا نتحدث. لا، الاستفتاء شارك فيه 18.5 مليون مصري، أخذوا هذا القرار المتعلق بكيف تدور المرحلة الانتقالية، ومواد الاستفتاء التسعة حددت بشكل واضح بأن هناك مرحلة أولى اسمها انتخابات برلمانية، ثم مرحلة تانية اسمها لجنة تأسيس دستور منتخبة من هذا البرلمان المنتخب، ثم مرحلة ثالثة اسمها انتخابات رئاسية، وبشكل واضح المعالم. نعم. أنت الآن تتحدثي عن مجموع قوى سياسية، الحياة الحزبية في مصر كلها فيها 30-40-50-60 حزب بفرض، يعني أكبر هذه الأحزاب لديها 10,000 عضو من الأعضاء، يعني الصلاحية 5,000، وبعض الأحزاب القديمة حتى هذا العدد لا يوجد لديه. كل هذا المجموع لا يشكل 300-400 ألف مصري، لكن هل 300-400 ألف ده بفرض؟ لكن احنا شفنا في المرحلة السابقة بينعقد ما يسمى بالمجلس الوطني لوضع دستور مصر في 2000 شخص، او بيتم حديث عن ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه قد فضل الدكتور يعني فوض الدكتور فلان الفلاني لان يجمع هذه الوثائق ليصيغ منها وثيقه. في الاخر احنا بنختزل الشعب المصري في شخص او في 2000 شخص او في حتى 300 ألف شخص. القوى السياسيه جميعا ليست بديله عن الشعب المصري، وبالتالي انا بتكلم عن دستور. اذا وضع الدستور ده بمعزل عن اراده الشعب من خلال الشعب هو الذي يختار من يصيغ هذا الدستور، ثم الشعب لابد أن يستفتى في هذه المواد. نعم. لكن أنا أحط مواد حاكمة ممن لم يفوض
وممن لم يرجع للشعب في هذه النصوص وأقول إن هذه حاكمة على اللي الشعب هيفوضه وعلى من وعلى الشعب نفسه في الاستفتاء، ده يعني هذا افتئات على الإرادة الشعبية، ده نمرة واحد. لكن لا يوجد في المضمون خلاف، بمعنى إن الوثائق جميعا طبعا في 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 مواد شاذة في بعض الوثائق التي تحدثت تحديدا عن انا تحدثت عن هنا عن وثيقة الأزهر تحديدا، عن وثيقة التحالف الديمقراطي من اجل مصر، عن وثيقة الدكتور البردعي، وهي الوثائق التي يعني كان هناك شبه اتفاق على ما جاء فيها. ما هي الوثائق بتقول ايه في خلاصتها؟ هذه الأطراف، الأزهر بمؤسسته العريقة، التحالف الديمقراطي بال 28 حزب اللي فيه، الدكتور البرادعي بشخصه وقيمته، هؤلاء يلتزمون أمام الشعب بصيانة هذه المبادئ والدفاع عنها. وإذا كانوا جزء من المؤسسة القادمة لوضع الدستور أو يدعو الشعب لتبني هذه المبادئ والتصويت عليها، إذا كانت هناك وثيقة بهذا المفهوم، هل ستوافقون على هذه الوثيقة؟ وهل ستشتركون في الحوار حول وثيقة جديدة من هذا النوع، أم أنكم ترفضون المبدأ من حيث المبدأ؟ المبدأ اللي هو إيه؟ إن إحنا كقوة سياسية وضعنا هذه الوثيقة وملتزمين بها ومتعهدين بالالتزام بها، ولكن لا يكون هناك أن نفرض وصاياتنا على 83 مليون مصري دون تفويض من الشعب. هذا دخول في وصايا جديدة. استبدلنا دكتاتورية حسني مبارك بدكتاتورية النخبة. الفكرة يعني فأصل الدكتور بلتاجي، وسأخذ بعض الاتصالات. معي دكتور خالد من السعودية، تفضل دكتور خالد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ضيوفكم أنا دكتور محمد الآخر. أنا متفق مع الدكتور محمد بلتاجي في مبدأ الشكل المضمون. ما ينفعش أبداً الشعب بعد ممكن يبدأ كل مجموعة أيا كان هذه المجموعة، حتى لو كان هذه المجموعة شايفة أنها تمثل الأغلبية، حتى لو كانوا فرد إسلامية أو غيره، لا يجوز أن احنا نحط دستور أو غير دستورية أو قواعد حاكمة أيا كان المسمى. يبقى الموضوع هو إيه الخوف؟ الخوف منين؟ كان الشريعة الإسلامية في داخلها في مضمونها كعقيدة مش كتمثيل. لا يجوز تدخل في حوار شخصية المسلمين، لا يجوز تدخل في عبادتهم في كنائسهم، لا يجوز ان احنا نفرض على الشعب شيء هو مش عايزه. ما دام الكلام ده كله متفق عليه من الشعب، ليه اللف والدوران في موضوع مبادئ حاكمه او نسميها مره دستوريه او مره نسميها دستور؟ على اي اساس؟ مين قال ان دي دستوريه؟ احنا اتفقنا اتفقت كل قوه تسيء على شيء. مين قال الشعب هيوافق؟ مين قال ان الكلام ده متوافق مع فرق؟ مين اللي اكد ان هذه اللجنه ده عددها بتقسيماتها الشعب وافق عليها؟ طب ليه نجز الشعب ونجز نفسنا ونستفز نفسنا بامور الاخر اللي مش الشعب هيروده واللي الشعب هينتخبه واللي مش الشعب هيروده عليه مش هيتم؟ فالطريق السليم نمشي برد الشعب. الشعب الاول هينتخب ناس هم هينتخبوا اللجنة. شكرا جزيلا لك دكتور خالد من السعودية. معي ايضا دكتور موافي من السعودية، ايضا تفضل دكتور موافي. نعم شكرا جزيلا، ولكن يبدو أن الاتصال قد انقطع. أعود إليك أستاذ محمد وتعليق على ما ذكره دكتور خالد من السعودية. أنا مش عايزين يعني نبان أن احنا متناقضين، يعني التناقض من الممكن أن نصل به إلى توافق وتكامل، يعني نخرج من مساحة التناقض إلى مساحة التكامل. أنا أتفق تماما مع أستاذنا الدكتور البلتاجي في أنه لابد أن أنت تشرعن إرادة شعبية. من الممكن أن أتفق في هذا، يعني تقول لي ان انا مش عايز اعلان دستوري مباشره وتعالى ننزل بيه نشرعينه في الاراده الشعبيه، مفيش مشكله في هذا. يعني الشعب هو الذي يقيده. انا اتفق تماما وادافع يعني يدا بيد مع الدكتور البلتاجي في انه لا يمكن ان نقبل خروجا على الاراده الشعبيه. يعني جهاد المصريين في 200 سنه اللي فاتت دي كلها على ان الشعب يبقى صاحب الكلمه. لا يمكن النهارده اغفل نضال تكسر مرات ومرات. طيب استاذ محمد، يعني للتوضيح اكثر، يبقى اذا يعني كيف الخروج من هذا المأزق؟ يعني اذا كانت هناك وثيقه يتم يعني التحالف بين القوى السياسيه المختلفه على هذه الوثيقه، انت ايضا ترفض ان يكون هناك يعني نص دستوري بمعنى هذه الوثيقه؟ يعني هذا ما يرفضه دكتور بلتاجي. لا، انا في رايي ان احنا ممكن نوصل لحل وسط. ان يعني انت كيف يكون هذا الحل الوسط؟ يعني الوسط شديد. الحل الوسط ان انت تخرج بهذا الاعلان باراده شعبيه، ان انت تنزل للشعب صاحب السلطه الاولى. يعني هل معنى ذلك ان هذا النص الدستوري اذا تم التوافق عليه ان يكون عليه استفتاء مره اخرى من جديد؟ نعم، لان لا يمكن ان افرض على الشعب المصري اراده زي ما الدكتور بلتاجي بيقول 2000 شخص ولا اكثر.
انا كان عندي لجنه، لكن يعني من وجهه النظر الاخرى البعض يرى انه اذا كان هناك نص دستوري فان هذه المواد ستكون في الدستور الجديد وسيتم الاستفتاء على الدستور الجديد. لان انا عندي مبررات للتخوف، والمبررات حقيقيه واصيله ولا يمكن ان نتغافل عنها. الشعب الايراني قبل 30 سنه ذهب الى استفتاء ووافق على ان يكون الدستور اسلاميا بنسبه 92%. نتيجه النهارده موجود في ايران ايه؟ هل الموجود في ايران النهارده ده نظام اسلامي؟ هتلر وصل بآليات ديمقراطية. نحن لدينا تجارب لابد أن نعيها ونضعها في الحسبان، ولا يمكن أن نترك يعني آلام المصريين في مهب الريح. لابد أن نؤمن مثل هذه المخاطر، وهي مخاطر لابد. وأنا يعني أناشد يعني كل إخوتنا الإسلاميين، ويعني وأنا شخصيا أعتبر نفسي سلفي ليبرالي إخواني، يعني ليست لدي هذه المشكلة. نحن متفقون في النهاية. 83 مليون لديهم من الآلام ما يكفي. دعونا نخرج من هذه الورطة بأن نخرج إلى طريق أكثر أمنا. نعم. طيب سنتلقى إذن اتصال آخر. معي أستاذ علاء من كفر الشيخ، تفضل أستاذ علاء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. لو تكرمتي، احنا عاوزين الدكتور بالفاكي ينتبه لنقطة مهمة جدا، ان احنا مش عاوزين نسرق إرادة الشعب. قبل كده الشيخ الشعراوي في مع الريان كان بيجي في اعلانات التلفزيون والشعب كله حط فلوسه مع الريان وفي الاخر خسرها. احنا شعب اسلامي اساسا وعندنا ميول عاطفيه للاسلام سواء مسلمين كنا او مسيحيين. فاحنا عاوزين اعلانات دستور طالما في اتفاق 11 اتفاقيه على راسها الازهر ويقول هذا الاعلان الدستوري يجب ان يحدد مسار الدستور، ايه المانع؟ ايه المانع؟ ولا هو انتوا عاوزين تسرقوا رأس الشعب وخلاص؟ وبعدين بيتكلموا عن القوى السياسيه سواء سلفيه او اخوان مسلمين وبيتكلموا وتشبكوا بانها دي القوه الكبرى والعظمى. منين؟ فين برنامجكم؟ فين برنامجكم الانتخابي؟ برنامجكم لا يقتصر الا على مساعده الازهر ومساعده الصومال ومساعده مش عارف مين ومساعده مين. نعم. طيب الطبيعي اللي عاوزين يعملوها كاسلاميين. نعم. احنا بنحب مصر. نعم. عاوزين مصر في جميع الأحوال. يعني الدكتور بالفاجي معنا ولسنا في حاجة للرد يعني بدلا منه. أستاذ علاء من كفر الشيخ، شكرا جزيلا لك. معي دكتور محمد من العجوزة، تفضل دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك بس سؤال، حكيت المبادئ الدستورية أو فوق الدستورية فعلا كل شوية تختفي وتظهر مرة تانية. المصدر الوحيد اللي ليها بصراحه هو الحكومه ومسنده المجلس العسكري. انا بس سؤال، ليه دايما نحاول نشوف الاختلاف؟ واخد بال حضرتك ليه دايما بندور على الاختلاف اذا كان الشعب حدد وفي طريق واضح؟ وعموما القوه التي تخاف من تولى الاسلاميين او تولى الاخوان المسلمين مقاليد الامر، وده طبعا مش هيحصل بالصوره اللي هم مضخمينها بصوره الفزعات دي، لكن هم عندهم فرصتين. اول فرصه اذا كان هم شايفين ان هم على الواقع وعلى الارض اقوياء وليهم جماهيريه، فممكن ما يخلوش الفصيل الثاني ان ياخد على الكراسي كتيره او ياخد المقاعد الكتيره اللي تمكنه من انه يعمل الدستور وبالتالي تشارك، وبالتالي يبقى في قاعده شعبيه مناوئه للنظام اللي هم خايفين منه. ده واحد. نمره اتنين، ان حتى لو اتعمل انتخابات وخدوا الاسلاميين، واخد بال حضرتك، فليهم فرصه ثانيه لو الدستور اتعملش زي ما احنا عاوزين كمدنية او تعددية حزبية او ما يطالب بها الجميع، واخد بال حضرتك، فممكن لو هم عندهم مرضى قاعدة شعبية وقاعدة جماهيرية والجماهير عاوزاهم فممكن حضرتك يرفض الدستور. فهو في آلية دلوقتي للاعتراض بطريقة مهذبة وبطريقة دستورية وبطريقة شرعية تمنع عننا الخلاف ده كله وتخلي الامور ماشية عدلة. يعني نمشي بقى زي ما احنا محطوط. انا مش عارف احنا في موقف كل شوية ما لا يحتمل ابدا ان احنا كل شويه نعيد ونزيد مبادئ فوق دستوريه وناس مهمين. نعم. طب دكتور محمد، يعني ولكن انا اريد التاكيد، يعني انت مع فكره الدوله المدنيه، ولكن على الرغم من ذلك انت ترى انه يعني لا داعي للحديث عن هذه المبادئ فوق الدستوريه. يعني هل ما فهمته هذا هو صحيح؟ لا حضرتك، اماش انا مع الدوله المدنيه مرجعيه اسلاميه، او ان احنا كمسلمين مديون حتى يعني تعقيدات للامور. نعم. احنا ماشيين. نعم. دايما مع ما يتفق مع ديننا. نعم. وصورة الديمقراطية او صورة. نعم. التعددية او اذا كانت ماشية مع
ديننا فخير وبركه. احنا ما مش يعني مش بغض النظر مين اللي يجيبها برضه، نعم. مش هتفرق معانا مين انهي فصيل هو نعم اللي يجيبها. شكرا حضرتك. جزيلا لكن لك. لكن فكر نعم حضرتك ان احنا نمشي في نفس الطريق وفي نعم نفس الوقت اللي عنده اعتراض بقاعده شعبيه وقاعده جماهيريه له حق الاعتراض مرتين، مره في الانتخابات لو هو مش عاوز الفصل ده وساعتها يمشي نعم وراه، ومره ثانيه حضرتك لو الدستور ما نفعش او ما عجبوش من حقه ان هو يرفض. نعم وصلت نعم وصلت الرساله دكتور محمد من القاهره، شكرا جزيلا لك. سابدا معك دكتور بلتاجي للرد يعني على هذه المكالمات وعلى استاذ عادل من كفر الشيخ. يعني بشكل واضح يعني مصر لن تكون لا دوله دينيه ولا دوله علمانيه، يعني ولا يتصور هذا تماما، والجميع يتحدث عن شيء واحد، لكن انا اتصور ان لاسباب مختلفه داخليه وخارجيه هناك محاولات لتعطيل انهاء المرحله الانتقاليه للوصول الى مصر المستقبل التي نريدها. دكتور بلتاجي، هل جمعه السلفيين هل يعني زادت من الامور تعقيدا من وجهه نظرك؟ يعني انا قلت وبشكل واضح ان يعني كنت اتمنى ان تكون هذه الجمعه بشكل واضح وراء مطالب الثوره وليست وراء شعارات، لان هذه الشعارات لا يوجد خلاف عليها لدى جماهير الشعب المصري. يعني الدوله المدنيه هي يعني الدوله الاسلاميه هي دوله مدنيه بطبيعتها، ولا نحتاج الى ان ندخل الى شعارات تبدو وكانها متناقضه وكانها في مواجهه البعض بعضنا البعض دون مبرر. لكن دكتور بلتاجي اسمح لي، يعني كانت بالفعل يعني بعد ذلك كانت التصريحات متناقضه عن يعني الخلاف حول المادة الثانية من الدستور، هي ليست فقط يعني مصدر للتشريع ولكنها ستكون المصدر الوحيد. يعني بعد ذلك بدأت يعني يعني حتى تحليل هذه الشعارات بدأت يعني بصب يعني ببعض الاختلافات بين القوى السياسية. قد يكون يعني هذا من ضمن دواعي الأسباب أن هناك تيار يعني بدأ ينادي مرة أخرى لهذه المبادئ الحاكمة للدستور. خلينا نحتكم للإرادة الشعبية، وأنا أرجو من يعني الليبراليين ودعاة الدولة المدنية ومن تحدثوا طوال السنين الماضية عن هذه المعاني العظيمة في الديمقراطية والمدنية والليبرالية أن يرتضوا إرادة الشعب ويحتكموا إليها ولا يسعوا للالتفاف عليها بشكل واضح. لماذا الخوف من الانتخابات؟ لماذا الخوف من أن يأتي الشعب بمن يريد لهذا الدور بما فيه دور وضع الدستور الجديد؟ ثم كما قال الأخ الذي تحدث من كفر الشيخ أخيرا عن أن هناك مرحلتين، مرحلة أن تنتخب من تريد أنت كجماهير الشعب المصري بالملايين، ثم مرحلة الموافقة أو الرفض لهذا الدستور، هذا حق أصيل للشعب المصري. لكن بشكل واضح أنا بتحدث في الموضوع الجميع يتحدث عنه، مصر الدولة الديمقراطية المتعددة المعبرة عن كل مكونات الوطن دون تهميش ودون هيمنة في الوقت ذاته، عن سيادة القانون ومرجعية الدستور، عن سيادة الشعب والشعب مصدر السلطات، هذه عن المواطنة مساواة كاملة دون تمييز في كل الحقوق والواجبات. وبالتالي من أين الخوف؟ الجميع يتحدث عن هذا، ومصر يستحيل أن تصبح دولة دينية وإن يعني حتى لو كان هذا إرادة البعض وهذا خطأ، ويستحيل أن تصبح دولة علمانية لأن هذا يتعارض مع إرادة الشعب المصري الواسعة. وبالتالي يعني لا داعي لمزيد من يعني أسباب الانقسام. حتى الصورة الجميلة اللي عرضها الأستاذ محمد هو يتحدث عن يعني مخرج للتوافق، لكن هو عودة مرة تانية إلى الدستور أولا. نعم. يعني فكرة ان هذه النصوص نعرضها الان على الشعب المصري للموافقة عليها او الرفض لها وكأن هذه الصورة هي احتكام للإرادة الشعبية، هو ايضا نوع من الرجوع عن قرار 18.5 مليون اللي شاركوا في الاستفتاء وقرروا ان المرحلة الانتقالية تبدأ ببرلمان ثم نعم بلجنة تأسيس دستور وهكذا. نعم. فنرجو بان نسير الى الطريق الذي حدده الشعب وان نرتضي إرادة الشعب ونحتكم اليه ونلتزم النتائج التي يعني يقررها الشعب بإرادته الحرة، يعني ولا نخاف من إرادة شعبية حرة، لكن نسعى لكيف نوجد المناخ الديمقراطي الصحيح لانتخابات حرة، كيف نوجد ظروف أمنية صحيحة لانتخابات حرة، كيف نمنع بكل الوسائل عودة فلول النظام وتأثير المال وتأثير البلطجة على الانتخابات الحرة. نعم. إذن بهذا الشكل نسير نعم في الاتجاه الصحيح. نعم دكتور بلتاجي، يعني معي اتصال هاتفي الآن معي الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري. مرحبا بك دكتور عاطف، وأبدأ معك من بيان مجلس الوزراء اليوم والحديث عن مبادئ دستورية. كان هناك يعني حديث من الليبراليين والعلمانيين عن مبادئ حاكمة للدستور أو مبادئ فوق الدستورية، هل هناك فرق بين المصطلحات؟ أولا يعني ليس هناك ما يسمى مبادئ فوق الدستور، الدساتير
التي يوافق على مشروعها الشعب فليس حقوق الشعب. نعم. الجمعية التأسيسية اللي ستنشأ طبقا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب بأغلبية حوالي أكثر من 78%، وضعت طريق، بينت خطة الطريق، تبدأ بانتخاب مجلسين والأعضاء المنتخبون فقط، لا ننتظر للتعيين، يجتمعان لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور. والجمعية التأسيسية بالقطع سوف تمثل الاتجاهات والقوى والفئات المختلفة في الشعب، سياسيون ورجال قانون وغيرهم ورجال الاجتماع وقوى مهنية. نعم. طيب. نعم. نعم. يعني نعم هذه نقطة واضحة، ولكن يعني الآن يعني يتجدد الحديث عن إعلان مبادئ المبادئ الدستورية التي قلت أنه لا فرق بينها وبين المبادئ الحاكمة أو المبادئ فوق الدستورية، هل يصح هذا الإعلان اليوم؟ لا يجوز إلا إذا كان البعض، لأن رأينا في الفترة الأخيرة عدة أوراق، عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة وبعض القوى التي تمثل تسمي نفسها ليبرالية أو اليساريين والماركسيين أو غيرهم، ويعني شوهوا المسألة للمواطن العادي لأنهم كانوا يطالبون بدستور أولا، رغم أن الاستفتاء المواد التفتارية تعتبر دستورا، تعتبر مواد دستورية مطبقة. وأنا علقت على هذا، من قالوا بدستور أولا قلت أنهم يريدون أن يعودوا بنا إلى أسوأ من العهد الذي انتهى بالثورة. نعم. أقول إلى أسوأ، لأن العهد السابق كان يتحايل على الدستور والقانون ولم يكن يقول أنني أرفض النصوص الدستورية، كان يتحايل. هؤلاء يرفضون نصوص وافق عليها الشعب في أغلبيته. نعم. طيب دكتور عاطف، أريد أن أستوضح نقطة. الدستور إلى جانب المواد اللي بتنظم سلطات الدولة، باقي المواد وهي الأغلبية السائقة في نص أي دستور هي مواد أساسية، تعتبر مواد أساسية متعلقة بالحقوق والحريات، بالديمقراطية، بالمواطنة. نعم. بالمصدر الرئيسي للتشريع. نعم. بسيادة القانون، بضمانات الحقوق والحريات، باستقلال القضاء، وهذه موجودة حتى في دستور 71، وتحتاج. نعم. إلى بعض تعديلات بسيطة لنمنع المشرع أن هو يخالف. نعم. ثم وجدت حتى في الإعلان الدستوري. طيب دكتور عاطف، صدر في 30 مارس المجلس الأعلى وضع عدد من المواد أكثر من 30 أو 40 مادة من 63 مواد بتبين مبادئ أساسية، المجلس قال أننا ألتزم بهذه في الفترة الانتقالية. نعم. طيب دكتور عاطف، أنا أريد أن أستوضح يعني نقطة، عفوا، كان هناك استفتاء يعني على 9 مواد، ثم جاء النص الدستوري ب 63 مادة، هل كان يعني البعض يرى أن هذا كان التفاف على إرادة الشعب؟ أنت كيف ترد على هذا؟ إما لا يفهمون، أو البعض إذا كان يفهم حتى ولو كان رجال قانون يبقى فيها مغالطة. لدينا قوى مختلفة، قوى سياسية يقولوا ليبرالية أو يسارية وماركسية وغيره إلى آخره، رفضوا أن يلتزموا بالمبادئ اللي استفتي عليها الشعب. نعم. وهذه نصوص دستورية مرجمة. لما يأتي، لأن في الفترة الانتقالية بعد ثورة هناك سلطة باستمرار، بعد ثورة تكون سلطة وفقا لشرعية ثورية تتولى سلطة رئيس الدولة والبرلمان، ما فيش في هذه الفترة رئيس دولة، ما فيش برلمان بمجلسه، بتتولى المجلس الأعلى، يتولى التشريع والتنفيذ، يتولى إلى جانب هذا يستطيع أن يضع قواعد دستورية تحكم الفترة الانتقالية، وأي ثورة أو انقلاب بتضع عدة قواعد، ووضع الإعلان اللي في 30 مارس، قبلها في عدد مواد وضعت ورؤية استفتاء الشعب عليه، لأن إذا كانت السلطة اللي تقوم بعد الثورة تملك سلطة تأسيسية، سلطة وضع القواعد الدستورية مؤقتة في هذه الفترة، إنما ليس هناك ما يمنع وليس هناك ما يحول من الرجوع إلى الأصيل، الأصيل هو الشعب. نعم. لماذا عندما تم الاستفتاء على هذه المواد التسعة لم تدع كاملة؟ عفوا المجلس الأعلى،
نعم. لكن بس عشان اوضح صوره للقارئ نعم. او للمستمع نعم. يعني هي الصوره واضحه بالفعل، ولكن يعني هناك بعض الاسئله لمزيد من الايضاح منك. يعني دكتور عاطف، عندما تم الاستفتاء على 9 مواد، لماذا لم يتم وضع يعني المواد التسعه بالكامل في النص الدستوري الجديد؟ وضعت في النص الدستوري الجديد ما عدا امرين محددين اذكره كان في المواد اللي استفتى عليها. لماذا يروق استفتاء؟ المجلس الاعلى اللي بيتولى السلطه يقدر يوضع قواعد دستوريه مؤقته، ولكن المواد اللي استفتى عليها هي مواد تنهي الفتره الانتقاليه. نعم. تبدا انتخاب برلمان ووضع جمعيه تاسيسيه واليه لوضع الدستور. نعم. وبالتالي هذه مسائل تتعلق بالمرحله الدستوريه في نهايه المرحله الانتقاليه والبدايه الجديده، رؤيه ان يستفتى عليها الشعب. نعم. والشعب هو صاحب السلطة الأصيل. نعم دكتور عاطف، أخيرا يعني إذا نوعيت في هذا النقاش حول نص دستوري جديد، هل ستوافق على الحضور؟ نعم. المواد اللي استفتى عليها الشعب مواد قائمة، لا زالت قائمة ووضعت في الإعلان الدستوري. أمرين موضوعوش كان في التعديلات مادة اللي هي المادة 179، كان التعديلات قالت إلغائها. نعم. لأن كانت دي المادة دي وضعت في 2007 في التعديلات، أعطت للسلطة التنفيذية ولرئيس الدولة وللسلطة إنها تعتدي على الحقوق والحريات الأساسية. نعم. بحجة الإرهاب، فكان في التعديلات اللي دستوري شفت نعم. عليها الشعب إلغاء هذه المادة. نعم شكرا جزيلا. مادة ألغيت، هل نضعها في هل تضع في الإعلان الدستوري اللي يطبق في الفترة الحالية؟ نعم. ثم الأمر الثاني اللي اقتصر على جزئية من النص، النص المادة 189 في الدستور السابق كانت تنص على جواز تعديل مادة أو أكثر من الدستور. نعم. وأضيف إليها بنعدل عشان تبقى متسقة، أضيف إليها فقرة أخرى إنه كما يجوز التعديل يجوز وضع دستور جديد. نعم دكتور عاطف ولكن يعني دهمنا نعم. ولكن دهمنا الوقت دكتور عاطف 189 مقرر نعم. اللي هي كيف نعم. بدون الدخول يعني في التفاصيل، عفوا دكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري، شكرا جزيلا لك. ولكن يبقى يعني الجزء الأساسي الذي نفهمه ويفهمه المشاهد أن كان هناك يعني تعديل في هذه المواد التسع عندما وضعت في النص الدستوري، وعفوا لعدم يعني الدخول في التفاصيل أكثر من ذلك. دكتور بالتاج يعني دهمنا الوقت، أريد تعليق منك ومن أستاذ محمد في نهاية هذا اللقاء. سأبدأ من أستاذ محمد. أنا في رأيي الموضوع مش موضوع قانوني. إحنا قبل 50-60 سنة اتقال النحاس باشا ان انت من كتر حفاظك او يعني على الدستور هتضيع الدستور، وده اللي حصل. احنا في موقف صعب، احنا محتاجين، احنا دلوقتي موجودين في بحر محتاجين ان احنا نقوي الجسر اللي هيوصلنا للشاطئ. القصة ليست اطار شكلي قانوني او غير، القصة اعمق بكثير جدا من هذا، والخوف مبرر. يعني اعتقد ان الاستاذ الدكتور محمد في الاستفتاء نفسه، الاستفتاء حدث نوع من التدليس فيه. اعتقد ان احنا يعني وانا كلمت الدكتور محمد بالتليفون عشيه جمعه ال 29، وقلت له يا دكتور في حد يعني شخصيه اسلاميه سلفيه كبيره جدا في اسكندريه رافضه الدوله المدنيه، يا جماعه انتوا عندكم 80 سنه من الوعي قولوا للناس دول. قال لا يمكن، القصه ليست قصه اطار قانوني وفقط، لا احنا امامنا مستقبل شعب، مستقبل شعب ضحى 200 سنه عشان يوصل للحظه دي، لسنا مستعدين ان نفقد مثل هذه اللحظه. ده المطلوب دلوقتي، ان كل وانا شخصيا كنت متصور ان الاخوان المسلمين يقدروا يلعبوا الدور الاعظم في كده، لان انا في رايي ان الاخوان المسلمين رصيد لمصر. ليس لدينا طبقه سياسيه، انت بقالك 60 سنه ما عندكيش سياسه. نعم. انت ليس لديك نعم. اكثر من سنتقل نعم. سنتقل دكتور بلتاجي يعني الختام دكتور بلتاجي، وسؤال ايضا يعني اذا دعيتم الى هذا التوافق او الى هذا الحديث حول هذه الوثيقه الجديده، هل ستحضروا ام لا؟ وسيكون هذا الختام. يعني ليست القضيه ان احنا سوف ندعى، بل بقول لحضرتك احنا الاخوان المسلمون يعني بالفعل انتم قدمتم في 2010 وليس فقط بعد الثوره، الى عنوان كبير حوار وطني من اجل مصر، وتمت 5 لقاءات كانت هي الجزء الرئيسي من هذه الوثيقه التي صدرت بعد الثوره. نحن نتحدث عن شيء واحد، مصر التي نريدها هي مصر واحدة، مصر الديمقراطية، مصر العلم والبحث العلمي، مصر التعددية، مصر المواطنة، مصر سيادة القانون، مصر الشعب مصدر السلطات. يعني لا يوجد خلاف في هذا بين الجميع. نعم. لكن هل نسير لبناء مصر هذه أم ندخل في دوامات الدستور أم الانتخابات، الدولة الدينية والدولة المدنية؟ يستحيل شعب مصر أن يقبل لا بدولة دينية ولا بدولة علمانية.
لكن مصر يريد الدولة المدنية التي نتوافق عليها جميعا، وهي نفسها الدولة الإسلامية التي نفهمها، لأن الإسلام لا يعرف طبيعة الدولة الدينية. نعم، شكرا جزيلا لكم. في نهاية اللقاء كان معي دكتور محمد البلتاجي، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، شكرا جزيلا لك. وكان معي أيضا الأستاذ محمد صلاح الشيخ، العضو بالجمعية الوطنية للتغيير، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ شكرا محمد. مشاهدينا الكرام، على رأس الساعة يأتيكم موجز لأبرز وآخر الأخبار مع محمد شمس الدين، فابقوا معنا.